Reddy, c'est une destination touristique pour la majorité des Québécois, même les gens qui sont ailleurs. Elle est une bonne destination touristique. Il y a beaucoup d'activités à faire, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de plages grâce au golfe Saint-Laurent. Les chaises rouges, donc les chaises à la rose, c'est un indicateur que le parc il est fédéral. Donc, parc national du Canada, la société des établissements du planète. Parc Forion, le parc national du Canada. غادي نحاول ان شاء الله ما امكن نبارطاجي معكم quelques activités اللي درنا والبلايص اللي شفنا. Gaspé, une petite ville par rapport à Montréal, mais la plus grande ville, c'est la Gaspésie. Donc, un petit tour FIHA un après-midi, juste pour voir ce que vous faites dans cette ville. Je vais partager avec vous qu'est-ce qu'on peut voir dans cette ville, mais surtout, la vue elle est splendide. Je vais faire une petite pause pour manger, après on va continuer le tour Vienne. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن معكم إن شاء الله اليوم فيديو جديد في المدينة ديال غاسبي. دونك اون اي توجور في لا غاسبيزي لأن هاد لا ريجيون راه تيلمون كبيرة. هاد المدينة ديال غاسبي اللي هي اللي فيها لو بارك دو كندا لو بارك فوريون. غير هو بعيد على سونتر فيل يعني بعيد على هاد غاسبي بواحد 30 كيلومتر. دونك الناس اللي باغيين يجيو لا غاسبي وباغيين يزوروا لو روشي بيرسي اللي كاين في المدينه ديال بيرسي. هذاك سافايت اون اوتر فيديو. راه يقدروا الا ما بغاوش يمشيو للبارك ديال فوريون يديروا الكومبينغ. دونك هاد المدينه ديال غاسبي راه فيها دي زوتيل فيها دي موتيل وكاين ميم الناس اللي كيسون انتريسي يكريو ان ابارتمون ولا دار باغ اير بي ان بي. هاد لا بتيت فيل بون لقينا فيها شحال من حاجه. سي اون بتيت فيل توريستيك. بون كاين تيم هورتون سابواي كاين جون كوتو ميم شفنا اون كلينيك ميديكال. بون كاين فيها دي سونتر داشا ان شاء الله بحول الله. راه دابا ديستيناسيون ان سونتر داشا كارفور غاسبي وكاين ان اوتر بوتي سونتر داشا اللي هو بلاس جاك كارتي. دونك ضربنا ان بتي تور هنايا في كارفور غاسبي. دونك يافي بلان دو بتي ماغازان ديجا كونو. بي جوست ابخي خرجنا كاينه هاد البلاصه ديال لوتيل دو فيل قريبه حدا هاد لو كارفور في هاد لا ستاتيو ديال اون بلونجوز كونو. دونك جلسنا كلينا وعاد من بعد كملنا لو تور ديالنا في المدينه.
اذا الناس اللي باغيين يجيو للمدينه ديال غاسبي دونك راه كاين واحد فين يتقدى بروفيغو كاين ايجيا كاين ميم سوبر سي وخلاص لي زوت بوتي ماغازان كيما شفتو دونك راه كاين دو سونتر داشال واحد زعما راه ماشي جاي للخلا مي جاي لون فيل اللي فيها با مال دو بيتي مارشي دو بيتي ماغازان دابا ان شاء الله بحول الله ديريكسيون للمدينه ديال بيرسي اللي معروفه بلو روشي بيرسي مي سا سا فا ايت لا بروشين فيديو ان شاء الله بحول الله هنا بغيت نوري لكم لو سونتر اوسبيتاليي دو غاسبي اي وي كاين سونتر اوسبيتاليي من بعد بغيت نوري لكم كذلك لو سيجيب دو لا غاسبيزي دونك ان غران سيجيب هنايا بي جوست ابري درنا اون اوتر بوز في الموزي ديال لا غاسبيزي في الحقيقه ما دخلناش اون ايتي با ترو انتريسي مي اي يافي ان بيتي كي اون با جلسنا خدينا اون بيتيت بوز بون خدينا تصورات سوفونير الى اخره الوغ هنا فين درنا لابوز ديالنا حدا هذاك لو موزي دو لا غاسبيزي كنت قلت لكم انكي مي سمحوا لي نو سي با انكي مي سي ان باساج فين الواحد يقدر يدير دي زيكزارسيس ميم دايرين دي بتيت ستاسيون كل ستاسيون الواحد شنو يدير فيها بحال هادي بار اتيري اش كديري على لا فاطمه واش لي زيكزارسيس بلا روب دونك وصلت لا فان ديال لا فيديو ان شاء الله نعطيكم موعد بور لا بروشين اللي غادي نهضر فيها على المدينه ديال بيرسي اللي معروفه بلو روشي بيرسي وغادي نقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.